زكاة الفطر هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل صلاة عيد الفطر أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان. ما هو مقدارها؟ شوف، هي زكاة الفطر هي زكاة فرضها رسول الله، موجودش في القرآن الكريم. هي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر. ما هو داكشي اللي متحدث عليه في القرآن الكريم؟ زكاة الأموال. عندي المال تنزكيه. هذه زكاة الأبدان. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاعا من تمرين أو صاعا من زبيبين أو صاعا من قمحين أو من شعير، من غالب قوت أهل البلد. صاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الميزان ديال اليوم جوج كيلو ونص كل واحد. أنا عندي أنا وزوجتي وأربعة الوليدات. كنخرج جوج كيلو عليا وجوج كيلو على جوج كيلو ونص صح؟ عليا وجوج كيلو ونص على مرتي وجوج كيلو ونص على كل واحد من ولادي. أو القيمة، القيمة ديالها. حيث أجاز العلماء ذلك. أما المقدار ديالها فهو قلنا جوج كيلو ونص، ولكن نقدا كيختلف من سنة لسنة حسب السومة ديال داك الطحين اللي كتعمل. فمثلا أنا عندي الطحين اللي كندير الطحين داك الممتاز سبيسيال، هذا كيتقام عليا دابا يعني 10 دراهم للكيلو ولا أكثر في الأحيان. 10 و10 هي 20 درهم، ونص كيلو 5 درهم هي 25 درهم بالنسبة ليا. كاين واحد آخر اللي عنده الطحين عادي كياخذ طحين عادي، هذا كنشوفو شحال جوج كيلو ونص شحال كتجيه. داك الطحين العادي كيدير 3 دراهم، 3 و3 6 و3 هي 9، 9 درهم قول 10 درهم، 10 درهم. فالناس ما مختلفش، ولكن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى كتخرج بواحد المذكرة كتحدد فيها يعني القيمة ديال الزكاة والمقدار ديالها اللي خص كل واحد المتوسط. كتجي مثلا كتقول لك ديروا غنديروا 14 درهم، هما كي يعني الأساتذة كيتفقوا كيقعدوا كيتداولوا شنو هو المتوسط وكيخرجوا المتوسط. بحال العام اللي فات 15 درهم، هذا العام يمكن تكون اكثر او تكون اقل حسب القيمه ديال 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 الطحين. لماذا؟ لانها تخرج من غالب قوت البلاد، وغالب القوت ديالنا احنا اما القمح اما الشعير او اما الطحين متفرع عنهما، هذا هو. فاذا هذه زكاه الابدان فرضها رسول الله، علاش؟ طهره للصائم وطعمه للمسكين. طهرة للصائم لأن يمكن الصائم يقول شي كلام وهو صائم غفل عليه، فكيجي داك الزكاة كتمحي هذاك الشيء اللي كاع لك. بحال الصوم ديالك تكسر كتجي تجبرو. قلنا شي كلمة، شلنا شي شوفة، ملي كتزكي هذيك زكاة الفطر كتجبر داك الصوم، فهي يعني طهرة للصائم وطعمة للمسكين. لأن ديك نهار العيد خص داك المسكين ملي تمشي ليه خصنا نعطيوه باش تا هو يفرح، باش الفرح يكون شامل. لما نعطيوها كنعطيوها للفقراء والمساكين يعني والناس اللي عليهم ديون بحال كذا يعني وفي سبيل الله. هذاك الماء منين نعطيوه كاع للناس، ولكن الفقراء انا كنعرف الحومه ديالي ناس مساكن داك الشيء اللي عندهم على حاقد الحال تنبغيو من نهار العيد يفرحوا، كنعطيهم داك الزكاه ديالي ودي وليداتي. فانا كنكون بذلك حققت واحد الامر مهم جدا في رمضان وهو العطاء، الزكاه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعني يعطي، كان كالريح المرسله. بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك اتوجه الى اخواننا المواطنين والمواطنات في بلدنا الحبيب هذا، ولإخواننا المسلمين في كل مكان من الأرض بأصدق تبريكات. كنطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام والقيامة وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، وأن نخرج من هذا الشهر ونحن أكثر إيمانا وأكثر إقبالا على الله تبارك وتعالى. بمناسبة عيد الفطر مبارك، هذا يوم الجائزة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. حنا كنا كنفرحوا بالفطور ديالنا كل نهار، ملي كنبغيو نفطروا نكونوا فرحانين لأن صدر ربي وفقنا وصمنا وكنهزوا يدينا وكنقولوا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان فرحه بالصيام ديالنا في آخر الشهر ديال رمضان، لأن ربي وفقنا وصمناه كله، لأن ربي وفقنا وصمناه كله كما يحب ويرضى. فاحنا كنفرحوا بداك الصيام ديالنا وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتقبلوا منا. وثم فرحة أخرى عند لقاء الله تبارك وتعالى. فالفرحة عند لقاء الله يعني الأجر كبير، كيعرفوا إلا صدر ربي سبحانه وتعالى. ولكن في الدنيا احنا كنفرحوا بالعيد، عيد الفطر. ولهذا كنقول لكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات من أبناء وطننا الحبيب هذا، نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يتقبل منا ومنكم. أنتم الحمد لله صمتوا وخرجتوا زكاة الفطر وصليتوا صلاة العيد، فسعدتكم. طوبى لكم، اطلبوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه يتقبل منا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. وتيخصنا في هذا العيد هذا نديروا صلاة الرحيم، شو نتزاوروا، لكن شي أمور بيناتنا نحيدوها، وخصوصا بين الخوت. راه الخوة حدا الدنيا، الناس الخوة حدا الدنيا، ولدي إلا كان شي خصام ولا كان شي يعني شي نزاع، ملي كيجي العيد نتزاوروا، شو نطلعوا على بعضياتنا. راه صلة الرحم فيها خير كبير، الله يتقبل منا ومنكم، وعيدكم مبارك سعيد. الله علينا وعليكم وعلى مولانا الإمام سبط النبي الإمام سيد دوحة الشرفاء العلويين الإعلام مولانا محمد السادس، بالنصر والعز والتمكين وبالصحة والعافية، وأن يبارك الله في عمره وأن يحفظه في ولي عهده وسائر أفراد أسرته الكريمة. طب الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.